السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3، كل سنة طيبين. النهاردة هناخد ليسون نمبر 20. طبعا أتمنى إن احنا أو أنتم بتعملوا اللي أنا بقولكم عليه في كل حصة، وأنا واثق إن أنتم بتعملوه. باين ما شاء الله يعني حتى في الكومنتات. طبعا أنا عارف إن المنهج، برضو بقول الكلام ده برضو في كل حصة، أنا عارف إن المنهج ممكن يكون طويل، بس انت ما حدش فيكم ما ينفعش انه يدخل السنه رابعه او جريد 4 من غير ما يخلص منهج ثالثه ابتدائي ده. لو انت ما خلصتوش هيبقى عندك مشكله كبيره، وهيبقى عندك مشكله كبيره في سنه رابعه. فانت لازم تاخد المنهج ده، وخلي بالك ان سنه رابعه برضو كمان ان انتوا هتاخدوا المنهج وهيبقى في امتحان. انتوا لحد جريد 3 ما فيش امتحانات، لا في جريد 4 لازم تاخدوا امتحان. ويا ريت الفيديوهات دي تراجع عليها برضو تاني. يعني انت مثلا ايه، احنا كده كده برضو هنحل امتحانات وكل حاجه، مش هخليكم ان شاء الله ان انتم مش محتاجين حاجه في المنهج ده، بس هي الفكره كلها بس بالنسبه لي مشكله وقت. ف ما دام انت شغال معايا وبتعمل اللي انا بقول لك عليه في كل حصه، صدقني هتبقى المنهج بالنسبه لك هيبقى سهل. انا عارف انك حاسس دلوقتي انك مش فاكر حاجه من الفيديوهات اللي فاتت، انا عارف. لا انت كويس، بدليل انك بتحل الشيت. ما دام انت بتحل الشيت وبتجيب فيه الفول مارك، يبقى انت كده تمام، لان الشيت طبعا بيجيب تمارين اللي هي اللي فاتت كلها في الدروس اللي فاتت كلها، مش كله برضو تمام. هنحاول برضو، احنا يعتبر النهارده اخر ليسون في شابتر 3، ومن اول الفيديو القادم او الفيديو اللي جاي هيبقى هناخد شابتر 4. تمام كده؟ تمام. فان شاء الله هنخلص المنهج، وهيبقى لسنا كده شابترين، وهتلاقي الدنيا سهله جدا ومفيش حاجه اي حاجه صعبه. وقبل ما نبتدي احب اشكر الطالبه سما احمد سمير، ويا رب يشفيها يا رب. يا ريت كلنا ندعي لها ان ربنا يشفيها لانها تعبانه شويه، وان شاء الله يا سما هتقوم بالسلامه كده باذن الله. واستنى ان شاء الله كده كومنت منك ان شاء الله في الفيديو القادم ان انت بقيت كويسه وفاهمه الدرس كمان. تعالوا النهارده يا شباب هناخد حاجه اسمها فراكشن ستوري بروبلم. طبعا احنا عارفين ستوري بروبلم زي المسائل الكلاميه، وهناخدها بالايه، بالفراكشن. سيبك من الكلام الكتير ده، تحس المساله صعبه سيبك منه خالص. بص المساله الاولى هنا ديت فيها بس ايه، فكره بسيطه او ممكن تكون صعبه شويه، بس اللي باقي بقى كله اللي جاي سهل. يعني شوف هنا بقول لك ايه، ومعنى كلمة ستوري بروبلم انت لازم تفهم، لان لو ما فهمتش يبقى في حد ذاته مشكلة، لان انك انت كده مش هتعرف تحلها. تعالى كده بالراحة، ولازم نقرأ كده بالراحة ونترجم كده. It is 9/10 كيلومتر from the school to the library. يعني بيقول لك هنا إن المسافة ما بين school واللايبراري، المكتبة، هي ب 9/10 كيلومتر. دي المسافة كلها. It is 5/10 كيلومتر from the museum to the library. والمسافة كمان ما بين المتحف وبرده المكتبة بإيه؟ 5/10. يبقى لو انت رجعت تبص هنا كده، شوف حتى هو جايبها لك اهيت، الديستنس اهيت ما بين البوينت دي والبوينت دي اللي هو الميوزيوم واللايبراري بكام؟ بـ 5/10. أما هنا الديستنس فروم سكول تو لايبراري اللي هي البوينت دي والبوينت دي، دي كلها على بعضها بكام؟ 9/10. هنا بيقول لي how far is it from the school to the museum. انا عايز المسافه ما بين هنا مين؟ السكول والميوزيوم، اللي هي ايه المسافه ديت؟ تفتكر هنعمل ايه؟ عايزك تفكر معايا، ما تستنينيش ان انا اقول لك الاجابه. ها تفتكر هنعمل ايه؟ هتقول لي يعني نعمل ايه يا مستر؟ ما نحلها يعني. قالوا لك لا، يعني هنعمل ايه؟ يا ترى نعمل بلس ولا نعمل ماينس؟ المسافة هنا الكبيرة اهيت خالص اهيت 9/10، و longest distance اللي هي ال 5/10. انا عايز الحتة الصغيرة ديت، هنعمل ايه؟ ها سامع الناس بتعمل، بتقول نعمل ماينس. بالظبط كده، هنعمل ماينس، هنعمل سبتراكت، هنعمل سبتراكت بقية المسافة ديت، هنعمل لها ماينس، هتبقى 9/10 ماينس 5/10. نعمل بار كده، وهنا 10 وهنا 10، هناخد منها 10 واحدة تمام. و 9 ماينس 5 ايكوالز الايه؟ ايكوالز 4. بقت 4/10، ممكن تكتب بقى كلمه ايه؟ كيلومتر. طب تعالى كده،
ناتالي ميت نيكولاس اند بريسلي، يعني واحد اسمها ناتالي او ناتاليا، يعني ميت نيكولاس عملت عقد اند بريسلي يعني سويتر، ماشي. هنا بيقول she used 6 over 10 meter of string، استخدمت she used يعني استخدمت 6 over 10 meter of string الحبل تمام او خيط for the necklace، يعني استخدمت خيط قد ايه؟ هو العقد بيتعمل من خيط 6 over 10 meter of string عشان تعمل العقد، and 2 over 10 meter of string واستخدمت برضه 2 over 10 meter of من الحبل for the bracelet عشان تعمل اسوره. يبقى هي عملت عقد وعملت اسوره. How much string did she use in all؟ يبقى هي استخدمت خيط قد ايه؟ ها؟ يعني عملت اسوره وعملت عقد، يبقى تعمل بلس ولا ماينس؟ حد بيقول لي ماينس. طب ليه؟ مش هي عملت عقد من الخيط؟ وعملت كمان بريسليت اسوره؟ يبقى الخيط كده بتحتاج خيط اكتر، صح؟ يبقى بلس. يبقى 6 over 10 اللي هو بتاع مين؟ نيكلس بلس 2 over 10. هناخد هنا من 10 واحده 6 بلس 2 ايكوالز الايه؟ ايكوالز ال 8. بقت 8 over 10 ايه؟ اوف سترينج. اوف سترينج. حاجات سهله وبسيطه. طب تعالى كده. فادي برو 3 over 5 اوف كاندي بار تو ذا بلاي جراوند. فادي راح جاب 3 over 5 of candy bar، جاب شوكولاتة في الملعب. قلت له مستر ايه علاقة الشوكولاتة اللي بيجيبها في الملعب؟ ليه يعني؟ اقول لك ليه. تعرف ان ان الشوكليت بتزود بتديك طاقة وبتزود مسرعتك؟ تعرف دي؟ ما تعرفش؟ ده معروف. يعني انت مثلا في مسابقة سبق في مسابقة او جاري مثلا ما بينك وبين اي حد، تمام؟ وانت عايز تكسب السباق ده، ممكن قبلها بفتره صغيره كده، يعني مثلا ممكن تقول نص ساعه كده قبل السباق تروح تجيب لك مثلا ايه؟ شوكليت كده، بس الشوكليت ان ايه؟ الغاليه، مش الشوكليت المجنيه. لا زي مثلا الجلاكسي، زي مثلا ال الانواع الثانيه الكابري والحاجات ديت، دي شوكولاته اصليه. دي بتاكلها بتديك طاقه، بتديك باورز، بتديك طاقه انك فعلا تجري قوي. يا اما موز، الموز برضو نفس الفكره. في برضو ماكولات، يلا بالمره واحنا بنشرح اهوت، في برضو ماكولات انت بتاخدها ممكن تزودك من التركيز وما تخليكش زهقان كده وتخليك تقعد تذاكر وتركز كده. اقول لك زي ايه؟ زي مثلا الفول السوداني. الفول السوداني، عارف الفول السوداني؟ بالظبط كده. ده عندك مثلا زي اللي هو الكاجو، الفستق والبندق، الحاجات ديت، عين الجمل، الحاجات ديت بتزود بتديك طاقه عاليه جدا، بتكبر وبتزود من الذكاء كمان. عايز ذكائك يزداد، ممكن تاكل تجيب فول سوداني وتطحنه او تعمله كده مع موز. على فكره الحاجات ديت مش حاجات جايه من على النت ولا كلام من ده، لا، الحاجات دي موجوده في كتب كبيره. انا بقول لكم الكلام ده انا قراتها في كتب كبيره بتاعت الدكاتره، بتاعت دكاتره كبار. المهم، فبقول لك هنا فادي راح جاب ايه؟ 3 over 5 of candy bar to the playground. هي جاب ادى اعطى لزميله 1 over 5 of fat. فهو لما يدي لزميله، حتى هو جايب لك الرسمه اهي، يبقى الكاندي بار دي بتزيد ولا بتقل؟ ها؟ انت بتدي لصاحبك فبتقل، يعني بلس ولا ماينس؟ ماينس، بس كده. هيبقى 3 over 5 minus 1 over 5 بار كده، هنا 5 واحد، 3 minus 1 equals 2. تمام. حاجات سهلة على فكرة، هي المشكلة بس ممكن تكون في الإيه؟ في الإنجلش. سالي is working. خلي بالكوا برضو، هعمل لكم فيديو ممكن ينزل بكره، يا رب افتكر بس. هرفع لكم كتاب، الكتاب ده كويس قوي 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 في الانجليش. ازاي؟ هيعلمك الكلمات كتيره قوي. كتيره قوي. يعني مثلا يجيب لك رسمه زي دي، مثلا يعني رسمه زي ديت
مثلا رسمه زي ديت ماشي، ويجي يقول لك دي اسمها ايه ودي اسمها ايه، اللي هو البين ده، البلوزه دي اسمها ايه، يجيب لك مثلا ده هير، يجيب لك مثلا كله بقى بالايه يعني صوره كده، ويجيب لك عليها حاجات كتيره هرفعها لكم باذن الله. كتاب كويس جدا جدا جدا. بيقول لك سالي از وركينج اون كروس وورد بازل. سالي بتحب ايه، ذكيه كده وبتحب تحل الكلمات المتقاطعه. يسترداي شي فيلد ان 3 اوفر 6 اوف ذا بازل. ما حلتش المساله المسائل كلها، بس حلت قد ايه 3 اوفر 6 اوف ذا بازل. توداي النهارده شي فيلد، كملت الحل 1 اوفر 6 اوف ذا بازل. كملت الحل بقد ايه 1 اوفر 6. وات فراكشن اوف ذا بازل has Sally failed into in all together. سالي حلت قد ايه في خلال اليومين دولت؟ هي حلت امبارح بكذا وحلت النهارده كذا، يبقى حلت قد ايه كلهم على بعض؟ بالظبط كده نعمل بلس، هيبقى 3 اوفر 6 بلس 1 اوفر 6، وتطلع انت بقى الايه الريزلت. هنا بيقول لي ايمان هاز 8 اوفر 8 متر اوف فابريك. ده الفايبر، عارف الفايبر؟ تعمل منه مخدات والحاجات دي، هو بالظبط كده. خلاص؟ هي معاها 8 اوفر 8 متر اوف فابريك. شي يوزز، استخدمت منهم 6 اوفر 8 متر تو ميك ا بايلو. استخدمت منهم 6 اوفر 8 متر عشان تعمل وساده او مخده. هي لما استخدمت منهم يبقى الفايبر اللي معاها ده او الفابريك ده زاد ولا قل؟ ها؟ قل صح؟ هي بلس ولا ماينس؟ ماينس بالظبط كده. يبقى انا اقول له 8 اوفر 8 اللي هو ده ماينس 6 اوفر 8 يكون ايكوالز 2 اوفر 8 وتو 8 متر. انتوا شطار والله العظيم. طب تعالى هنا. The juice container of Sally's house was 7 over 8 full. سالي معاها عصير في البيت قد ايه ب 7 over 8 full. ماشي، هو مش مليان، الكوبايه مش مليانه كلها يعني. سالوا drank 3 over 8 of the juice. سالوا شربت لما تشرب ب 3 over 8، لما تشرب العصير بيزيد ولا بيقل؟ ها؟ بيقل، يبقى بلس ولا ماينس؟ بالظبط ماينس، يبقى 7 over 8 minus a 3 over 8 وتطلع انت الايه الانسر. طب هنا بقول لك محمد ate 1 over 7 of his pizza at snack time. محمد اكل 1 over 7 of his pizza، اكل جزء من البيتزا في ايه في وقت الراحه. and ate، واكل كمان 5 over 7 of it at lunch. في الغداء اكل كمان، كمل عليها واكل كمان 5 over 7 في الغداء. how much of his pizza did he eat in all؟ يبقى اكل قد ايه في المرتين؟ بالظبط شاطر، بنعمل بلس، هنعمل بلس، يبقى 1 اوفر 7 بلس ايه 5 اوفر 7. يسترداي وائل ران 3 اوفر 6 اوف كيلومتر. وائل بيحب يدخل مسابقات جري، فجري قد ايه 3 اوفر 6 اوف كيلومتر. اند ذن ستوب، وقف الجري تو درينك سام ووتر عشان يشرب شويه ميه. After his water break، وبعد وقت الشرب بتاعه، he ran another، كمل جري 1 over 6 of kilometer. كمل جري وجري قد ايه 1 over 6 of kilometer. What fraction of kilometer did وائل run yesterday؟ يبقى كده وائل مشي قد ايه؟ نعمل ايه؟ صح، سمعك بلس شاطر، هنعمل بلس. طيب مصطفى هاوس از 3 اوفر 4 اوف كيلومتر فروم سكول. المسافه ما بين منزل مصطفى، البيت بتاع مصطفى، والمدرسه بتاعته، خلاص 3 اوفر 8 3 اوفر 4 3 اوفر 4. المسافه ما بين مين؟ ده مصطفى هو وبين المدرسه 3 اوفر 4. علي هاوس از 1 اوفر 4 اوف كيلومتر. وعلي كمان المسافة ما بين منزل علي للسكول كام؟ 1 over 4. Who lives closer to school؟ closer يعني الأقرب. مين الأقرب للمدرسة؟ احنا قلنا ده مصطفى وده علي. هيكون مين؟ واحد يقول لي 3 over 4 أكبر أو greater than 1 over 4. يبقى مصطفى. انا ما قلتلكش هنا المسافه الاكبر، انا بقول لك من هنا اللي بيبان او البيت بتاعه اقرب للمدرسه. يبقى هختار ايه اقرب للمدرسه؟ هختار الايه المسافه الصغيره.
closer distance يعني 1 اوفر لو علي، حتى باين في الرسم اهو علي هو الاقرب للمدرسه، يبقى اقول له علي closer lives closer to school. هي ال 1 ليه بقى اشمعنى؟ لان 1 اوفر 4 smaller than 3 اوفر 4 هي الاصغر، فلو عايز الاقرب يعني انا عايز الاصغر. مش انت بتقول مثلا انا عندي طريق مختصر، يعني انت وصاحبك مثلا ماشيين في الشارع وتقول احنا عايزين نروح مثلا الملعب ماشي، فانت بتقول ايه يلا تعالى نمشي من عند كذا ونروح كذا وبعد كده نروح الملعب، فواحد يقول لك طب ليه يا عم انا عندي طريق مختصر. يبقى الطريق المختصر ده علشان تمشوا مسافه قليله، يبقى مسافه صغيره، هي دي بالظبط نفس الفكره كده. احنا هنا يا شباب طبعا دي هسيبك انت بقى تحلها. احنا كده حلينا او خلصنا شابتر ايه 3. لسه زي ما قلت لك الحاجات دي عايزك تحلها. هنا بقول لك write fraction for the shaded part، طبعا هتعمل fraction كده. وهنا ال colored part، ال shaded part يعني الاجزاء الملونه 2 over كام 1 2 3 4 5 6 بقت 2 over 6. وهنا برضو نفس الكلام هتكمل ده. draw one model for the following fractions، عايزين نرسم هنا ال fractions، هنعمل كده ايه شريط كده model تمام، وتعمل هنا 3 equal parts هذا 1 2 3 ونعمل current لمكان 2، اشمعنى؟ عشان هنا النموريتور هنا عندي هنا 2. write the following fraction in the number line، الفراكشن اللي هو 2 over 3 موجود فين هنا؟ هذا 0 بعد 0 هنا ده 1 بعد كده هنا ده 2، تعمل dots point كده 2 over 3. طب 3 over 4 هذا 0 1 2 3 اي هنا 3 عشان هنا 3 اهي، واكتب هنا 3 over 4 وهكذا. طبعا قلنا دي الحصه اللي فاتت رايت او كومبير بتوين رايت جريتر ذان اور سمولر ذان. لو انت نسيت لما بيكونوا فوق بنعمل ايه، لما بيكونوا تحت بنعمل ايه، ممكن تعمل كروس عشان ما تتلخبطش. 2 تايمز 5 ايكوال 10، 2 تايمز 3 ايكوال 6، فهيكون ده كام؟ هو ده الاكبر. هنا برضو نفس الفكره 2 باي 7 ايكوال 14، 3 باي 7 ايكوال 21، من الجريتر هيكون 21 وهكذا ماشي. ودي بلس والماينس اللي خدنا الحصه اللي فاتت. وهنا بقول لك كومبليت ذا ميسنج فراكشن، الحاجات دي كلها هوم ورك، الحاجات دي كلها هوم ورك خلاص. لو عرفت تحلها يعني لازم تحلها كلها، ولما الحاجه اللي تقف عليك ممكن تقول لبابا او لماما يفهموها لك. وان شاء الله زي ما قلت لكم الحصه الجايه هنبتدي وناخد ايه شابتر 4. شابتر 4 واشوفكم باذن الله على خير باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.